نعم، وكل المواد الغذائية. بالنسبة للملحق، ايش التعليمات اللي وصلتك او ايش هي التعليمات اللي وصلتك؟ والله هي يقول اي واحد ما عنده راتب او راتب من الرعاية بالقشيمة وحالته ضعيفة متعففين يسجلهم. زين، ايش راح تميزه؟ واحنا نعرفهم، يعني تعرف الوكيل صار 20 سنة مع المواطنين، يعرفهم عائلة عائلة، ونخبرهم هم اذا مثلا عنده موظف او هاي بلونه، اذا ما عنده نسجل اسمه. عندك اعداد كثيرين؟ والله ما ذاك العدد، يعني تقريبا يطلع الثلث، ما عندهم اقل من الثلث. هذول حالتهم مسحوق. ايش المستمسكات اللي عاد تطلبها من عندهم؟ والله احنا ما عاد نطلب مستمسكات، بس هم عاجبون. وإذا ما تاخذها منه يقول لك ما تسجلني، ابى اجيبها خليها. احنا نمشي على البودره، عندنا بودره وعندنا اسماء، هم يريدون رقم البطاقه التموينيه واسم رب الاسره وعدد الافراد. متى راح تستلموها؟ متى توزعوها؟ والله على اساس خلال اسبوع، يعني يريدون القوائم حسب ما افتهمنا. كذا سجلتي على اي منحمى 30,000؟ لا لا لا، عندي راتب. قالوا مبور عندك راتب، ما يصير. وابني بطال يعرف الوكيل. والله ابنك معاش بالقسيمة؟ لا لا، بالقسيمة، بالقسيمة، والله بالقسيمة. ليش أنا 300 آخذ؟ ما اتقع، طلعت مال أبويا، أبويا توفى وقمنا طلعناه. أي والله، وهذا ما عندي يعني أكثر. لا ما قبلوا، قالوا ما نسجلك. اي والله، وابني بطال يعني ما عنده مركز زي الشغل وهذه. سجلت ايه؟ قبل اول بحر. ايش طلب من عندك مستمسكات؟ المربع الذهبي والاسبوع افراد الاسره. هاي اللي من شملت هذه المنحة؟ شملت بس العطالة، بطالة والمقعدهم ذوي الدخل المحدود يعني. وانت ما عندك لا راتب ولا شيء؟ لا لا ما عندي. نقول احسن من الماكو. لان العالم تعبانين بلا شغل وبلا عمل. خاصة بيت على الأموال اللي كسبها يوم بيوم وما عيشتهم. إن شاء الله تدعم زيادة، إن شاء الله نطمح لهذا الشيء. كم نفر؟ إحنا 5 نفرات. إيش قدرك تستلم؟ 150. يعني زينة تقريبا 150. أتمشي أمر أحسن من الماكو. إيش أسجل؟ والله العوائل اللي ما عنده دخل. هاي إيش بلغوكم بيها؟ تبليغ رسمي ما موجود لحد الان، بس عن طريق الفيس يقول راح تطلع قوائم. هذا الجدول انطانا على اساس نقول مؤقت، البيع على اساس يطلع جدول جديد. حاليا نسجل اللي ما عنده دخل، راتب يكمل البطاقه التموينيه نفسها. طيب انت ليش تعرفون اللي ما عنده دخل من اللي عنده دخل؟ بس تتحقق من المواطن، ما عندنا غير اليه. هو اللي يجاوب صح راح ينجي، واللي ما يجاوب راح يؤذي نفسه، لانه هذا راح تطلع على وزاره الماليه. الاغلبيه مسحوقين. كلها مسحوقه. هسه انا يعني اقول كل يعني من الوكاله 160 نفر يطلع منهم 100 نفر، 100 عائله تعبانه مستحقه. يعني هذا كرقم 30,000 راح يساعد بشيء بالنسبه للعوائل المتعففه المحتاجه؟ طيب ايمت راح يوصل؟ ايمت يوصل؟ يمكن تخلص الازمه وبعد المبلغ ما وصل. ما اقول او انه قليل او كثير، هو اساسا الاليه ماله تعباني، لانه انا عم صفت القوائم مالي هي محددون يقولون اسبوع، واسبوع يشتغلون بالدائره، واسبوع ما يشتغلون بالماليه، وانه خلصت الازمه والمبلغ ما وصل. هي مبلغ طوارئ. ايش يسمونه؟ دفع الطوارئ. دفعه الطوارئ بهاي الاليه يعني صحيح، هي صحيحه وراح تمشي تسلسل، بس هذا الوقت والناس تعباني، اللي ما عنده قوت يومه ويريد له مال مخضه. ايش راح يكفيها الآلية؟ هي الآلية صحيحة بس الوقت محسوب على الناس. يعني المفروض الدولة عندها كلتنا عندنا ستها، اللي عنده راتب مبين بوزارة المالية، ما حاجة أنا ولا حاجة الدائرة، مجرد القرص مال الدائرة، مال التموين هو على المالية. أو يشملون الكل. إما يشملون الكل، وإما القرص مال المالية زايدا القرص مال هاي مبين اللي عنده راتب أو ما عنده راتب.